حساب الإقراري أي الاحترافي بين احتراف نظام بين إقرار بين احتراف أنا كاتش احتراف يعني احتراف وإقرار يك أظلم الألفاظ المترادفان لهم أريا يصح إقرار احتراف جائزا من مطلق التصرفي إب تصرفاتيوي مطلق يعني بك تباب جه بقو جه قوت نبي خبرداني بي كذي يعني يعني أبي قطار بدانو الصندني بك أو إقرار إشكاله أي البالغي العقلي غير المحدود يعني بالغ بعقل به وحج ناقص بل وسيأتي أنه لا يصح إقرار مكره إقرار زور إيك والبيز والله مشكلة إقرار لا يستطيع ولما ذبح حنيفية صحيحة وجنز تبرداني مثلا تلكي كتبتاني مالي مالي وإقرار الصبي والمجنون لاغي الصبي ويا الدين إقرارك بتشكي بوشة فرضاية ذكرا كان كل منهما الصبي مجنون أو أنسى صابة إقرار وانبو لاغي بوشة بطل فإن ادعى الصبي البلوغ بالاحتدام مع الإمكان أجد دعوابك الصبي دعواتك البلوغة بالغضمة بالغضمة بالاحتلام يعني الله شبكي وما الإمكان اللي هو إمكانك بلوغة باحتلام إمكان لي شوى بأن استكمل 9 سنين نا صريقة دي يعني نكت ينها نها قدام يعني كما تقدم في باب الحجري كنت 4 أسبوع أجر إدعى الصبي البلوغة بالاحتلام مع الإمكان يعني استكمل 9 سنين صدق في ذلك كما قلنا قبول ولا يحلف عليه إذا فرض ذلك في خصومة ببطلان التصرف فيه مثلا ولا يحلف عليه لسر البالغ بما سر ديانا إذا فرض ذلك وقت كبير تقدير كرني في خصومة منازع كده دعوة كده يكبج أفندم بالغنا أو يجبي أز بالغن ويبدأ صندوق أفندم وبالغة ويا فلانة صن لنا نايف يجبكو خصومة ببطلان تصرفي يعني تصرفي بطالة بالغ نبي الدية ويبدي صندي صندي كيسا لنا بومة بومة مثلا كما لأن ذلك لا يعرف من جهته أفك بالغ بيه باحتلامي أبي أنجا اشترى في ويدا بيفهم كرني أو خزانة يعني كي كان هو بدأي ماني ودعوى الصبية البلوغة بالحيض في وقت إمكاني وهو 9 سنين كما تقدم في باب الحيض كذلك أوج أن يقع صبية ناي سالي صندوق دعوى صبية قيزين بجهز بالغومة بالمشي مهي الوقت وقت إمكانا ويدا أوجي نهس القدم دنا وكي قد بابا حيدادا جدار واصفو أوجي قبولا ماني وين ادعاء الصبي دعوة بلوغي كم بسن صلاة والبلغومة يعني صالوا بلوغوني بأن استكمل 15 سنة تمام بنا فاز الصلاة نكتنا فاز الصلاة دبي فلان كتو فاز ده بيا حلوكي فاز كرق بيجا قدام كما تفضل ويقابل طولي ما ببينتي أبي طلبك بي ببينة عليه بالبينة لسر استكمال استكمال فاضبا كما لي إمكانيها يجب إمكانا ببينة كاملية يعني تاريخ اما اتيا الدنيا جديا جديا يفرسن شو صالي بيا خده ويدايا وصالي والشفي والمثلس السفي ومثلس تمام اما نجا سبق ضرباش بو حكم اقرار ما في باب الحجر والتفليس حكم اقرار من باب الحجر والتفليس ضرباش بو كتشيها سفي ومفلس إقرار وان دبشتي
هات حجر كرني لسر وان إقرار وان قبول قبول دبن؟ قبول ناب يعني بالزمة تأخذها بالزمة تأخذها إقرار لكن قبول الزمة تأخذها إقرار لكن بالمال حاضر قبول ناب تمام ويقبل إقرار الرقيب بموجب عقوبته نعم قبلت بها إقرار رقيبتي عبدي اشتكي عقوبتي دا واجب كرني بجم يتيكو شي عقوبت دا واجب كرني أريا إقراري قبول بها أو موجب بكسر الجيني وكي تشي يعني موجب عقوبتي كالقتل مكشتية وقتل الطرف مليجي كبيرة عبور والزنا وشرب الخمر والقصد حد قصدي والسرقة الدزية كما دوانا دا يقرر يقبول لبودي عن التهمة في ذلك غير يب جانبي ديشينة حياة طوي بيدارة دي قصيدة كو تشكيل خوي اقرار بك اتشتكي كول خوي اقرار بك قبول دمه قبول يعني دشدا دعقوبتا دا مالي دان مالي شما فإن لبعد عن التهمة في ذلك فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الآلام هل نفس مخلوق لسر حسكرنا حياتي ومحافظة خشي جاءتشتك وزرار بدأ حياتي محافظة خشي بك ولا إنسان يلو شاب بيرفر طمان تشتفنجي بري قدر قدر ازونا مستثنى مستثنى قايده بوزماز جنل جنل حكم الجولي جنل يتكرنا ايه طبي طبي مالي واظهر القولين ايش قول الشافعي جدوا ان ظهر وان انه حاد يضمن مال السرقه في ذمته تبقى ضامن المال الجزيه ضامن في ذمته تالفا كان او باقي في يدي أو في يدي سيدي شئ مال الدزير دسي ويدابة دسي سيدي ويدابة شئ شبت هلفي شهي هبة زمت إدا قبول دم ألشي أو في يدي سيدي إذا لم يصدقه فيها وقتا قد دسي ويدابة قبول أو نكا قبول نكا ويقابلت كذا سمتي كما قبول بك مجيبسين بالنقدي شو يعني تصابي جاسونا؟ دبيكي وأظهر القولين ايش قول الشرطي أنه كولا يضمن مال السرقة في ذمته تالفا كان أو باقيا بيدي أو يدي سيدي إذا لم يصدقه فيها وقتا قول السرقة دا قبول تصديق نكا أو يقابلت كذا سمتا كولي يعني إذا لم يصدق السيد هو كولي فيها بسرقة دا أو بجم تزيك يا بجم نات تزينك يا فرادك إيه؟ أو وقتك تزينك أبي مالي كنت بيت إخرارة تزيد كت كرسي كولي إيه يعني أبي أكين جي عندي أعظام أو أوي بدا أوي قوي بدا إجا فإن صدقه تصديق بك إجا ولا تمام تزيك بيه مالي تزيه تعلق بالرقبتي بالشيء كله ذا خد قراء ويقابي همان كولاج بوي تفرق ايه ازولا يعني مثلا صليكي فرق بنا بين الزمت ورقبت دا الزمت اي بي بي سكراندر حتى نيكو عزاد ودرقبت اي دا بي 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 فروتان حقيوي جيبس ازولا يعني ابي الدين يا صبي يا بيرك يا تشتكي أبانا رابن أولاي كي بكن خسار كي بكن أو جوارا مينه بيرك نا بيرك بأوك بيرك بالغا عقلت سونا كل عيدوي إيه إذني إيه نكاجي دعوان وانا يعني وقتا قد شيء البكن تلفا وان عيدي وانا وانا وجدي وانا آه نوصا نتبا يعني مثلا يكي دين بلي تشارشير ده راد بلا عربا يكي دخل كرة يكي دخل قضاء كي مظن دكا يعني عايدة وجنية جلال برنج مالي ظنو وثاني قا
قولي دي يتعلق برقبته. تمام. بالدخل شتيبت. تمام. ولو أقر بدين جناية لا تجيب عقوبة. أجل كله إقرارك بدين جنايتك أو جناياتك لا تجيب عقوبة. عقوبة نادى واجب. كجناية الخطأ. تمام. يعني شياتك. وإتلاف المالي. مال بريتك. فكذب السيد كذلك سيد جبراتك تعلق أمال أبتنا الخمتقرة بزمتي دون رقبة خب رقبت که برای فروتانه ایجا که به زمت به کینگ آزاب و ایوی مالی بدن یتبع بهی ایوی تابکرن کلی اذا اتفا تمام و این صدقه و سیدو تعلق به رقبتی فیباع فیه فیباع فیه ایوی تربی فروتان الى ان یفدیه و سیدو با اقل الامرین من قیمتی و قدر الدین الا و سید قبول کردو به تمام الله نزیه کریه و یا به جنایت کریه اما تبه مقدار دین وش قیمت عبده به هر یا به کجا این هندکی و راضی ببه این نکاحی گاوه او بکر شوانی فهمنی فیباعو فی ای بفروتان ده اوه ده تعلق برقمت عفوان عفوان کل دوی من جنایت کریه سیدی ویج قبول دکه که سیدی قبول بکه اولیا خوب رقابت آیی بعد گیره اول تی دوباره فروتان ایلا ایلا کنه فروتان ان یفدیا و سیدو ان یفدیا و سید فدیا وی بده بی اقل الامری وان هر به امرای ان هندکی وان کیا گوی بکه وی گاوی نه فروتان اولی چه من قیمتی و قدر الدین تمام يعني مقدار الدين 5 كعاده قيمته فيها 100 كعاده تمام تجيب تتا امير بيتش ما في بي فروتان 5 كعاده زي بده برانه فروتان كل يوم دوم يعني ربع 5 او كيش بر او جبر باب ده سيد بده تمام سيد بده يشتي ده كذا تمام تمام واذا بيع وقت كوارتر فروتان وبقي شيء من الدين دين كما لا يتبع به لا اتقى وقتك غطى ذاكرني ناس الفي بالدين وقت ما هي كوي فري شابدة مستعوة لنا ايه ويعطي فروتان شخوني بس كنت دار كياتي فروتان دايرا ويتشبه او بو يعني تشجي هاتي اكري يعني ايش كو بينا دعزيو بيخا مالا شخد او دايرا ويا فارتا فروتان دين دار نخل فاشي او ملكي كوي كري فاشي بي اعذاكر ايه ديني بي بكامي مش بو يعطوا فروتان يشتيو دا ما بو اجا ميري بي ولا واه عذاب ما تديني خزير بودك من انت نعمل وين اقر بدين معاملتين اقرار بك بولا دين معاملة يعني مش التجارة دي كينا دين كتسيم لم يقبل على سيدي لا يقبل كنيد علي سيدا ان لم يكن ما يدون اللوت التجارة اگه سیدی این نویه تجارت نه رابط علیه سیدی رو دینا ای خب راست بل یتعلق مقر مقر بیهی بی دمتی مقر بیهی که کوله نه مقر بیهی او دینی که پیت اقرار کرنی اقرار که يتعلق بالمقرب بذمته معاملة كبيرة أبقى دين كتير تمام 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 يتعلق بالمقرب بذمته يتبع به إذا عتق تمام تمام يتبع به اذا عتق تمام صدقه السيد ام لا سيد تصدق بك براسك شي بن تمام ويقبل على السيد ابي اقرارك بما دينداد بمعامله دا سيد علي سيد قبول دبا ان كان ما دون لو تجاره تمام سيد اذا ويا تجاره تابع رجع كرستي شيء زرار كريه ومجبول زرار وش بده كار بكره كار جرابو زرار ويؤدي ابي سيد بدا من كسبه كسبه ويبدا وما في يد يتشك الدش لبداية كما تقدم في بابي بابي تجارة عبد الله مالي مالي إلا أن يكون المقرب به مما لا يتعلق بالتجارة أو قبل على قدر سيدي جتنا مقربين شك في قرار كس كلا
على قدره ويتجاد يجاد كنا كالقردي شي دينكي ان يقبل يقبل على السيدي سيدنا يقبل ولو اقر بعد حزن سيدي علي بدين معاملتي اجاب قبول اقرار بك كولا تشتي حجره سيدي السري اذا بغي دارو كاشي تشتي حجري اني السري اقرار كي بدين معاملتي ولا دين فلان معاملتي لمن بايع اضافه الى حال الابن إضافة قبال حالي إجنبا لم تقبل إضافته إضافة قبول الله في الأطفال وقبل الحجري دبني حجري دابا إجاري لو أطلق الإقرار بالدين بجامع الدين كتيسير لم ينزل على دين لم ينزل على دين المعامل في الأصح أم إضافة دين معاملين أم لقد كانت تسليمك تسليمك تسليم 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 ويصح إقرار بدين أو عين ليس إقرار بالدين ويا بعين الدين هيك المنايا والكاكا هيك المنايا تبين كذا شو يا زلمة وين النمو؟ ها؟ ويسر إقرار المريض مرض الموت إقرار لأجنبيين إقرار بك بدين أو عين تمام إليك تبرمرني بايا دولة ديني ترانكس منها ويا مالي ترانكس وكذا الوارث على المذهب وكذا لوارثين سيدا لأجنبيين وكذا لوارثين المذهب أو منك حاشي في هذا الدنيا تمام وكذا لوارثين على المذهب مين لوارث درجة لسبب مذهب وإقرار بك يدك يعني إقرار بك كبستي بي كبستي يعني بيقول باب الدين يا هو أبيت نا أزولان عفوا إقرار المريض مريض بيجي دبي ديني إقرار المريض مرة الموت لأجنبيين وكذا لوارث إقرار بك لوارثين تمام المذهب يعني يكي نخش مثلا جكوري خرا جكوري خرا إقرار دك يا جوارثك خرا إقرار دك دبي ديني بالمريض جكوري خرا بيجيك بيك إقرار بك بولا ديني كوري من المريض تمام والخلف الثاني لا يقبله جوارث رانا يقبل شما لأنه متهم فيه çünkü müteemmufiye. Ateşiye icari. Müteemmün fihi bi hirmani ba'dil veresetin. Bi hirmani ba'dil veresetin. Çünkü vaktak bu beyce filan lave men hakkı yuysa hakikam filan hakkı kivi var sevimine. Evya ve gavi tümek ihtiyaçıydı. Beyce kodak veresin nikah mahrum mu ki kaçır. Rastı. والله اوجي هيا مثلا كانت ادي ميله هنك زاريه خد كل ميله هنك دني ناكن اجا مخصوصي دخوزنا كمان والطريق الثاني الصلح نو والطريق الثاني القطع بالاولي القطع بالاولي ايه ام حسيت يظن القطع بالاولي بتشي يعني يسح قبول ما وعلى ثاني الاعتبار في كونه وارثا بحال الموت. حال المرند. مثل قولي دياجي نوصى. اعتبار بقناوي وارثا بحال المرند. يعني ان شاء الله ان شاء الله. قبل دياجي قبلنا. قبلنا به. وفي قولي بحال الاقرار. بحال الاقرار ده. حال إقرار يعني محتبيت حال إقراري حال إقرار الربع قبل دبي. نحن الموت. وعلى مثل حال إقراري. لو أقر بزوجتي. ولا حذر قاضي جنام المنع. تمام. سمى أبانا والطلاق بين بردا. وما تمرك مر. لم يعمل بإقراره. شكله وقتي. من وقت يوم كده من وقت من النافيادة أو نوارسة
نوع سدي باينية ولو أقر لي أجنبيتي بفلان كسي فاطول ديني فاطول منا ثم تزوجها برابر زوجي وما تمت عمل بإقراري كم يبري جدا نوع نا يعني حالي إقراري نا يمكن حالي إقراري نا ملاحظة كر حالي موتتي ملاحظة كر حالي موتتي أبيا أو بيا حالي أنا في حالي إقراري شيء ولما قرأ لي أجنبية تمام دلي حالي ده أجنبية ده بنا بده بي. سمة تزوج أفرا زوجي وما تمت إيوا أبو جناوي عمل بإقراري إقراري يعني أوي حق كذتي أوي حقي بالنجم جنك بدجي أكفال دي جيكي ميراسا جميريخ ميراسا مريتي جي بستينا بجيكي جي إقرار حقي إقرار جيكي وطاق بجرى إقرار بيا نواس مان ولو أقرت في صحته بديني دي إنسان وديني علي أفضل منه من صحته دي وقت كسالق ليه وفي مرضه بدين لآخرة جنخوشينا غدا جدوا الدين ولي جننا لم يقدم الأول في صحتنا بل يتساويان كما لو أقر بهما في الصحة أو المرض يعني أكو بحب راج بقوطة أني وصا يعني أبي كد وقت صالقني دا قوتية ناي تقديم كن مالي يعني شو صالق غيبة تمكي إيه خلقي نانا يعني فرقة وان شافت هنا هردو تسعتني دا وشد مرادة دا وقتا في إخلاق كاش خلقيرا قبل يعني مثلا بيا ولا بالي فيجي حيرا إيمن وقتك وهين السر خبية هي باش بيا قوتية أول حقي منه قالوا من بدن حقي ويتنا ولو أقر في صحتي أو مرضي بدين لرجل ودين علي المن وأقر وارثه بعد موتي بشكو بابي وامريه بدين لآخر ولا دين علي جبه تمام لم يقدم الأول في الأصح تمام ما يقول شخص تمام أبي ميري مقدم رسالي وارث نابت شما لأن إقرار الوارث كإقرار المورث إقرار وارثي وكإقرار مورثي أين وكبنا يعني فكأنه أقر مورث بديني مدينين بدينين وثاني يقدم الأول إمريك كما لأنه بالموت تعلق بالتركة بالمدينة يخب تركة إبادك فليس الوارث هي صرفها تلك عنه جلي ميرك نقارب كمان ولا يصح إقرار مكره على الإقرار اها كنت أنا أعطي من خلافون الوان خب دارا وتلك وابه جديك تستير هو وابه نعم أولا نقارا تشكي سعيد بنا أولا نكا يكتب غير المشروع إيه طبعا أز شتفع عندك أما تشكا بني رتشتك وإز دبين أزونا يعني دولة إسلامي بي دولت اسلامه به و انسانه که جنایت که کریه و توی اکراه نکر خدا ناینه صدق جنایت که شرع برشادی و تحر شادت کنه و اکیش به دیم آمله بیرا بیکر ای شاید تنن یا شاید انتکاری بیجی و شاید تنه و انتکاری بیجی شبهلیه زوم شبهلیه آه شبهویت کن شبه نابه ایج اه شبه نابه نه اولا قوصا با فرتش هون دا ببن اشتا بجم وهن دا بان قي حقيق قي قولي تعالى وجا قيامت بردة يو والنوصة يعني مثلا انسانا كي حيف انسانا كي باش عالما كي انسانا كي اوك رابا رابا وي بي بكشة و جي رابا انتا كريا بنا منا كريا طب ايش خوي انكار بكا ابا تشاب يا داري راسي كريبا بسيزان وبرا دست يخو بدست يخو بينكن والا نظام يعني ابي اجبر بسليم ناكما انا وانا حكمي بنا المساله وانا بتيش بتيش اي تمام زمان كريم ايوه طب دي مساله ده ما هي كتاب الدعوه ده يعني تمام جد باشي ده تمام زمان ويشترط في المقر له آلية استحقاق المقر به
مقر امدرا نسكن سيدا تو زاني بو چي خان چن دخل ويشترط تو زاني بو 25 دقيقه ما خون تمام بس امزه كنت بلي جام تمام سلام نعم.